طيب نروح لمقارنة بين أهم اللاعبين، والحقيقة يمكن أنا يعني هو أنا متحيز شوية كده لمان سيتي طبعًا، لكن يعني إذا كنا بنتكلم على أهم اللاعبين فأنا بيتهيألي إنه توليفة بيب جوارديولا مش ممكن منها تتكلم على لاعب وتنسى لاعب، لأنه الموسم ده بالذات كل الفريق الحقيقة في حالة تألق كبيرة جدًا، لدرجة إنه في كتير من الماتشات لعبها ومنها ماتشات كبيره ومهمه في الشامبيونز ليج، زي مثلا الدور قبل النهائي مع بي اس جي لعب بدون الاعتماد على راس حربه صريح، يعني في اوقات كتيره جدا كنا بنشوف خيسوس وبنشوف اجويرو موجودين بره على الدكه، لكن احنا اخترنا لكم، احنا بدايه هتكلم مع وليد على مواجهه برضو عربيه، يعني احنا عندنا هنا حكيم زياش طبعا نجم المغربي، وعندنا هنا رياض محرز النجم الجزائري، الاثنين مشاركين في البطوله، وهنتكلم بالاضافه كمان لمجموعه من اهم اللاعبين في 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 الفرقتين سواء في تشيلسي او في مان سيتي. تمام. يعني انت اتكلمت طبعا عن بعد مهم جدا، ان في بعد عربي في المباراه، ويعني في نظره عربيه مختلفه للمباراه بوجود حكيم زياش ورياض محرز، اثنين عملوا مستوى كبير السنه دي، لكن طبعا رياض محرز كده عندنا نجم عربي لموسمين على التوالي بيحسب لقب الشامبيونز ليج. ده حقيقي، ده حقيقي. احنا عندنا يعني الدوري الانجليزي السنه دي الحقيقه اللمسه العربيه محترمه جدا، ومش بس الدوري الانجليزي، حتى في ايطاليا كان اشرف حكيمي كمان هو بطل الدوري الايطالي واكثر من لاعب في اكثر من دوري، فده يعني ده شيء جيد بالنسبة لنا. طيب نبتدي، هم مجهزين المقارنة الأولى بين جيرو وبين رياض محرز، نشوفها ونتابعها ونشوف أرقامهم مع بعض. هو طبعا احنا بنتكلم عن الهدافين للفريقين، رائع جدا رياض محرز وفيران توريس، والاثنين لاعبين سواء جناح او لاعب خط وسط وجناح برضو في مانشستر سيتي، وبرضو ده يديك انطباع ان مفيش اعتماد على راس الحربة بشكل كبير. أيوة. كل خطة الادوار الهجومية الرئيسية الموسم ده بيتهيألي تروح ل فيل فودن، رياض محرز، برناردو سيلفا، كيفن دي بروين، وكيفن دي بروين طبعا، وجوندوجان طبعا، كل ده فيهم هجوم صريح. لاجويرو كان ليه دور كبير، ولا جبريل كريسس كان ليه دور كبير. صحيح. كل الادوار متوزعه بين لاعبي الوسط والاجنحه. رياض محرز وفيران توريس كل واحد احرز 4 اهداف في المقابل. اوليفي جرو المهاجم الاحتياطي اللي دايما بيكون في الموعد لما بينزل ودايما بيقدم الاضافه احرز 6 اهداف على مستوى صناعه الاهداف. طبعا في كيفن اثنين واوليفي جرو لي ما يعني صفر رصيد من صناعه الاهداف. تمام. تصويبات 24 تصويبه للرياض على المرمى، منهم 13 بين الثلاث خشبات، وجيرو طبعا مرتبط بنسبه عدد المشاركات، جيرو لي 9 تصويبات على المرمى، 7 بينهم الثلاث خشبات. التمريرات طبعا رياض حدث ولا حرج 410 تمريره منهم 338 تمريره صحيحه، نسبه 82%، ودي نسبه طبعا عاليه جدا. اما جيرو اوليفي جيرو ف 74 تمريره منهم 60 تمريره سليمه، وبنسبه تمرير دقه تمرير 81%. هو خلي بالك كمان ارقام رياض محرز الرائعه دي كلها نقدر نقول في النص الثاني من الموسم، لان رياض محرز كان بادئ الموسم على دكه البدلاء بشكل كبير وما كانش بيعتمد عليه، لكن نقدر نقول عمل ريمونتادا في ارض الملعب وبقى من نجوم الفريق مؤخرا. طيب نروح لمقارنه بين ميندي حارس مرمى تشيلسي وادرسون حارس مرمى مان سيتي، والاثنين اعتقد مقدمين موسم اجمالا طبعا يعني بشوفه عظيم كويس عظيم جدا. طبعا عظيم جدا طبعا. ادوار مندي والاضافه الكبيره اللي قدمها لتشكيله تشيلسي بعد الاخطاء الكبيره لكيبا، الاثنين طبعا كل واحد فيهم لعب 11 مباراه مع فريقه السنه دي في دوري الابطال. استقبلت شباك ايدرسون 4 اهداف في المقابل، استقبلت شباك مندي 3 اهداف، 19 تصويبه تم تسديدهم على ايدرسون، صد منهم 15 تصويبات على مندي، 34 تصويبه صد منهم 31، وبالتالي يتعرض لاختبارات اكبر. المعدل التمريرات طبعا هو اللي هو تمريرات الحارس لزملائه 90% منها صحيحه، في المقابل 88% من تمريرات ادوار مندي كانت صحيحه، وده طبعا برضه نسبه مقبوله لان